أحمد هذا مثلاً تحي ملاشي هو بسنا أوردت كديجان كا إسلام ركاسنا كسوة كي تسد للشيء ديجان كندقة يقبل ككل جدود وحي عروض يسدوا كل حوالنا ويلا أقرب كم إذا أي أمليين أي دل بوكستان أنت ورد حي سد ديجان العلم وذا يسدوا كل جلجلات هو صدنا كوبوي وبيجان تجمع كل صور يقبل ككل جدود إلى كذا دوان وديجان كأه وحي عدوا كل محققين فلكان وديجان كاتي كجي استعمل شتكو بس إنه كسوة كذا ديجان مامل كجلنصور والله اللي عدوا كل ما يبغى حقيقي عند عذان وحينا إذا ينفلكني كده ميملاش هو يونسن أو كسوة كذا مقالة دبل ليره أو كاتي سنقول كجدود سلمر كاتنا دنك دعوة بيجان دمج الجلنصور وحي حقيقي إنه فلكان وكسر السنة أروين قبل إن بكان وكتنا ديجان هاي الشيء ملشات فلكان جي استعمل دسوي بحشدين isla markaasna ilaa hadda isa jireen cid ku baxday ama ku raajooto oo ku adan sida loo soo qabo lahaa ee falka noocan kale ayaa dhul jir ka dhacay aagga deegaankan iyo deegaanka badan oo ka dhisan gobolka Galgaduud waana dhacdo sirta ku haysa aan ooyin qabiil ilm duug in muddo ay waqti ku bixisay xaaladda arrinkan laakiin waxa ku dareejisay mana jirta ilaa hadda taasan muuqato oo arrinkan xal loo gaari karo oo doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena